تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من تفكيك جماعة أشرار تنشط في إطار شبكة إجرامية منظمة لغرض المتاجرة في المخدرات القنبل الهندي والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، نقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية حيز الأسلحة البيضاء المحظورة. تم توقيف شخصين بحوزتهما 336 قرص من المؤثرات العقلية وحجز مركبة سياحية تستعمل في نقل المخدرات. التحريات أفضت إلى إيقاف شخص آخر الذي ضبط بحوزته صفيحة من المخدرات المقدر وزنها ب 96 غرام و 37 قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 64 ألف دينار جزائري.